بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نحن أجيال طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة. مرحبا والله بالصف الأول الثانوي العام للأستاذات للشرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. عشان النهاردة مستمرون معك مع حالة تدريبات القصة بتاعتك تريجر آيلاند. وصلنا للشابتر 4 اكسرسايز ستودنت بوك، التدريبات اللي جايبها ستودنت بوك اللي هو كتاب الطالب بتاعك. وإحنا واخدين التدريبات دي مطبوعة من كتاب جامعة 2021 وموجودة على صفحة بداية التدريبات دي اللي هي Chapter 4 Exercise Student Book، موجودة على صفحة 360. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ أول تدريب واللي عنوانه Complete the sentences with these words from the story، أكمل الجمل بهذه الكلمات من القصة. إيه بقى الكلمات؟ Branch بمعنى غصن أو فرع، Disease بمعنى مرض، Shore بمعنى شاطئ، Trust بمعنى يثق أو ثقة، Whistle بمعنى يصفر، ونفس الكلمة تيجي بمعنى صفارة. طيب نروح للجمل. احنا طبعا كاتبين لك الاجابات علشان تبقى واضحه قدامك وباذن الله هنناقشها معاك دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، at the end of the basketball match، في نهايه ماتش الباسكتبول او كره السله يعني، the referee اللي هو الحكم blew his whistle بمعنى نفخ في صفارته، يعني صفر فيه عشان ينهي المباراه. الجمله رقم 2، if you have a disease، لو عندك لا قدر الله مرض، you should go to a hospital، يجب ان تذهب الى المستشفى. طبعا ان هو بيوظف بعض المفردات اللي جت في القصه بتاعتنا في جمل من خلالها تتدرب عليها. الجمله رقم 3 بتقول لك ايه؟ اميره stood on the shore، اميره وقفت على الشاطئ، and looked at the sea، ونظرت الى البحر، عشان اعرفك يعني ايه كلمه شاطئ. طيب في الجمله رقم 4 بيقول لك I trust my brother because he always does what he says he will do، انا اثق في اخي دايما. ليه بقى؟ لانه دايما يفعل ما يقول، يعني اللي بيقول عليه بيعمله. تراست هنا بمعنى يثق. قلنا رقم 5، the bird sat on the branch of the tree and sang، الطائر جلس على غصن الشجره وغنى. طيب نروح للتدريب رقم 2 وده برضو على مفردات جايه عندك في القصه، واللي بيقول complete the summary using the words in the books، اكمل الملخص، كلمه summary معناها ملخص، باستخدام الكلمات اللي موجوده في النص. الكلمات اللي موجوده في النص متنوعه، منها اسماء شخصيات ومنها كلمات اخرى. كابتن سمولت الكابتن بتاع الرحله بتاعتنا، دكتور ليفيسي ودي شخصيات برضو في القصه، كايند معناها عضوف، ريلاكس معناها يسترخي، سيلفر ده شخصيه موجوده عندنا في القصه، سربرايز معناها مندهش، 13 رقم 13، trusted بمعنى يثق، و 2 يعني 2. طيب دي Hispaniola وده اسم السفينه اللي بتذهب في رحله للبحث عن الكنز على جزيره الكنز، comes near to the treasure island، اقتربت من جزيره الكنز. ماشي. Silver is still kind to Jim، سيلفر لحد اللحظه دي لا يزال طيب مع جيم، but Jim doesn't trust him، جيم ما بيثقش فيه لانه كان خلاص سمع الحوار اللي دار بين سيلفر وبين رجال العصابه بتاعته اللي هم باقي القراصنه عن نيتهم في الحصول على كنز وقتل باقي المجموعه. تمام. هيم ناو بيكوز هي نوز هي از ا بارت، عارف ان هو قرصان. تمام. اند هي هاز ا جروب اوف اذر بارتس، وعنده مجموعه من القراصنه الاخرين ان ذا كروف الطاقم بتاعهم، قلنا عددهم يعدل 12 واحد تقريبا 13. جيم تيلز جيم راح حكى الحكايه ده لمين؟ دكتور ليفيسي، مستر تريلوني، and Captain Smollett. جيم حكى كل اللي سمعه هو موجود جوه البرميل للاشخاص الثلاثه دول، دكتور ليفيسي، مستر تريلوني، وكمان كابتن سمولت. About the patients about the pirates sorry about the pirates plan to kill them and take the ship، عن خطه القراصنه في ان هم يقتلوهم وياخدوا منهم السفينه. تمام. They are surprised اندهشوا اللي هم دكتور ليفيسي والاخرون. ليه بقى؟ because the crew has worked hard on the journey، لانه استغربوا من طريقه العمل اللي بيشتغل بيها الطاقم، مجتهدين وبيشتغلوا يعني ما فيش اي حاجه تدل على ان هم كده، لكن طبعا هم بيعملوا كده عشان ما حدش يشك فيهم. طيب نكمل. Smollett thinks of a plan، Smollett وضع خطه بقى. ماشي. He tells the crew that they can relax، ايه الخطه بتاعته؟ قال للطاقم يا جماعه انتوا ممكن اول ما وصلوا للجزيره ممكن تقضوا اليوم هناك، تسترخوا وتنزلوا عليه الجزيرة، أساس يفضل هو وباقي الرجال على السفينة ويحاول إن هو يهرب منهم ويسيبهم. كان ريلاكس أون ذا أيلاند، تمام، إن ذا أفترنون، فترة الظهيرة، ماشي، إن ذا أفترنون، تمام، لحد هنا تمام. دي جملة جديدة. 13 من 13 بقى من هؤلاء الرجال
go onto the island, نزلوا على الجزيرة. Jim joins them, وجيم نزل معه. But as soon as the boat reaches the beach, بمجرد ما وصلت المركب للشاطئ, Jim runs into the trees. Jim بقى فرحان بيجري للأشجار. Silver kills two sailors who don't want to join him. سيلفر قتل اتنين من الشخصيات اللي البحر اللي هم يعتبروا من رجاله. قتل اتنين من رجاله اللي هم رفضوا ان هم يمشوا معاه في الخطة الشريرة اللي تمثل زي ما قلنا في انه عايز يحصل على الكنز بعد ما يجدوه الاخرين ويقتلهم ويخلص منهم. في اتنين من رجاله تم قتله. قتلهم هو سيلفر بنفسه. And the other pirates, وطبعا بيكمل الجملة بتاعتنا في ان هم يلتحقوا به, ان هم رفضوا ان هم يشاركوا في مجموعة مع مجموعة القراصنة في الخطة الشريرة. Jim hears this and hides. Jim طبعا برضو كان مستخبي وسمع ده برضو بالصدفة. He wonders what to do next. كان بيتعجب بقى وبيتساءل طبعا اعمل ايه دلوقتي. طبعا جيم هو اللي بيتكلم كلام. بنوضح قدام رقم الصفحة 361 من كتاب جيم, لكن الأسئلة زي ما قلنا هي أسئلة كتاب المدرسة. طيب النوع الثالث من التدريبات اللي جاية على الفصل الرابع بتقول لك choose the correct answer to complete the sentence. اختار الإجابة الصحيحة عشان تكمل ايه الجملة. احنا هنقول لك الإجابة على طول بس نقرا النص. Captain Smollett and his team decided not to go back after knowing about Silver and his men's plans because Captain Smollett هو الفريق بتاعه قرروا ان هم لا يعودوا لا يرجعوا ماشي بعد ما عرفوا الخطة بتاعت جيم ورجاله. ليه بقى؟ اهو جاب اختيارات بيقول لك all of the above كل الحاجات دي تنفع. هنقولهم لك بقى طلب ان هو يعني هنقول له above. If they went back suddenly اللي هم رجعوا فجأة they might be killed at once ممكن يتقتلوا. طب ايه كمان؟ If they decided to continue اللي هم قرروا الاستمرار they might convince the other good sailors to join them ممكن يقدروا يقنعوا البحار الجيدين ان هم يكونوا في صفهم. الاختيار الاخير they see يعني they would wait for the right time to catch them ممكن يستنوا الوقت المناسب علشان يقبضوا عليهم. الحاجات دي كلها تنفع معهم ولذلك احنا خدنا الاختيار الاخير all of them all of the above. ونروح لصفحة 360 عشان نكمل باقي هذه الاسئلة. ووصلنا للسؤال رقم 2. جيم تراستد. جيم كان بيثق في مين؟ كان بيثق في مين بقى؟ كان بيثق في 6 of the crew 6 بس من الطاقم. طبعا من خلال الوجود معهم عرف ان في 6 بس هم اللي ممكن يثق بيهم والباقيين كلهم من رجالة سيلفر. 3 If one of the sailors refused to be on Silver's side, لو واحد من البحارة رفض انه يكون في الجنب اللي فيه سيلفر, سيلفر وده هيعمل له ايه سيلفر؟ اي سي try to convince him and if he refused to join his party, سيلفر would get rid of him. تمام؟ طبعا هيحاول يقنعه الاول سيلفر. طب ولو فشل في اقناعه هيتخلص منه زي الاثنين اللي قتلهم لما نزلوا على الجزيرة. نروح لباقي الاسئلة. والأسئلة دي جاية في شكل WH question بتقول لك ايه بقى work in groups to think of answers to these questions. اشتغل في مجموعات علشان تجمع لنا اجابات لهذه الأسئلة. ايه الأسئلة؟ اول واحد why did Jim feel that he made a mistake by deciding to go to the island. هو ليه جيم اخطأ او شعر بانه اخطأ في انه نزل مع رجالة سيلفر لما كانوا رايحين ياخدوا فترة راحة على الجزيرة. ايه بقى اللي حصل؟ because it was dangerous being with Silver and his men alone on the island. كده هو لوحده بقى مع رجالة سيلفر لان المركب موجود عليها دكتور ليفيسي ومعاهم الكابتن سمولت ومعاهم الراجل الساري اللي هو تريلوني. تمام كده سيلفر لوحده كده اسمه ده جيم لوحده موجود مع رجالة سيلفر على الجزيرة وده بيمثل خطورة شديدة جدا على حياته وده كان الخطأ اللي هو وقع فيه ان هو نزل معه. طيب تعال نروح لباقي الأسئلة. سؤال 2 بيقول لك ايه you were right and I was wrong. انت كنت عندك حق وانا كنت مخطئ. اللي قال الكوتيشن ده مين؟ قالوا مستر تريلوني. طب قالوا مين؟ قالوا لسمولت. طب ايه سبب الكلام ده؟ تعال نشوف. مستر تريلوني said these words to كابتن سمولت. تمام ليه؟ لان مستر سمولت في بداية الموضوع كان لما بدأ يكون الفريق بتاعه كان بيقول انا ما بحبش اشتغل مع حد ما اعرفوش. والطاقم اللي جاي على السفينه كله مين اللي جايبه؟ اللي جايبه سيلفر. ولذلك بقى كان لهم راي مختلف. طبعا تريلوني كان له راي مختلف عن سمولت في سيلفر. تريلوني كان شايف ان سيلفر انسان جيد لكن لا سمولت من البدايه ما كانش مقتنع بيه. ناكد الاجابه تاني
Mr. Trelawney said these words to Captain Smollett as Mr. Smollett didn't like Silver and his crew. ما كانش عاجبهم، ما كانش يرد عنهم خالص. Mr. Smollett also said that he wanted to choose his own crew as he wanted to work with people he can't trust. طبعا كان يحب ان هو يختار الطاقم العمل بتاعه بنفسه لانه يحب يشتغل مع ناس هو بيثق فيها. وكده يكون انتهى الجزء ده من Chapter 4 Exercise Student Book، التدريبات بتاعت الستودنت بوك اللي احنا تناولناها معاك. لسه عندنا ان شاء الله باقي تدريبات، باقي فصول قصه، انتظرونا ان شاء الله في فيديوهات قادمه مع معلم خبير المنزيه مستر يسري عزت من مدرسه الشماء الثانوي بنات محافظه سوهاج. السلام عليكم.